ما كان حديث المتظاهرين خلال الجمعة 17 من الحراك سوى عن محاكمات الفساد وإيداع مسؤولين سابقين سجن الحراش. قرارات العدالة الأخيرة قابلها ترحيب وتفاؤل لقادم الأيام. حقق الشعب الجزائري بحراكه السلمي أكبر انتصار بدخوله يحيى وسلان للسجن الذين خانوا وطنهم وسرقوا أموال شعبهم، فبماذا يقابل ربهم؟ اليوم لا نطالب فقط بسجنهم، إنما نريد استرجاع ثرواتنا. من 22 فيفري من اللي قلع الحراك أنا فرحان، وإن شاء الله قال لك اللي بنا حفرة الخور يطيح فيها بنا ولا حباز للشعب، إن شاء الله هم يعمروهم وتحيا الجزائر. محاسبة الوزيرين الأولين السابقين أحمد يحيى وعبد الملك سلال وأسماء كانت تمثل وجوه النظام يراها البعض تمهيدا لبناء دولة الحق والقانون في وقت تحفظ البعض. احنا يا ماذا بينا لا جوستيس، لا جوستيس لازم تكون فيها لا ترانسبارونس، لازم يورونا تيليفيزي باسكو كي بروف صح شدوهم. احنا تيقا مع الحكومه هذه خلاص سي بون. دوكا رانا كيما نقولوا خطينا خطوه، ماشي خطوه شويه، خطوه ربع خطوه، ومازالنا الخير قدام. لازم نقيوها كيما كان خونا كيما كان خونا ضربي هكايا، جيكليوها كاع خويا كاع ضربوا المثال تاعهم، جيكليوهم كاع ان شاء الله ويروحوا وكاع خاوه خاوه. العاصمة وجل الولايات لم يهدأ لها بال منذ الجمعة 22 فيفري المنصرم. مطالب تحققت وتطلعات تجسدت وبقيت الآمال معلقة بغد قريب. الأسبوع 17 من عمر الحراك بعد أن ألغيت فيه رئاسية الرابع جويليا وأجهضت فيه العهدة الخامسة، الآن سيقت رؤوس الفساد إلى سجن الحراشة. أما لسان حال المتظاهرين فيقول للحديث بقية نحو رهان الحرية، وسلاحهم في ذلك السلمية ثم السلمية. هيا بلادي.